متكيفه معاك. 3 سنين كيف نعرف انا في الدخان؟ هو متكيف السيجار ويمشي ياخذ على السيجار ويهزو، واش نعمل له؟ وين هاني هذيك نضرب ولا يدي تكيف معاك؟ نضرب ولا يد انا ودك يا السيجار؟ لا يز تضرب يدك انت سي نبيل كما ضربت انا مره يدي. لا انا نتكيف. لا تكيف البرا يا نبيل. هاني نتكيف البرا، نتكيف لداخل انا. ما كيفاش هز السيجار هو؟ في يخرج حتى للشارع يلقى السيجار. لا ما يخرجش للشارع. انت طايش الشارع انت. معناتها ولدك سامح انت تسكت في الميله طايش السيجار في الفوشانه ولدك تبعك في الفوشانه. ثلاث سنين نسكت في الميله نتكيف في الفوشانه. من ايه؟ ثلاث سنين يا بير انت ولدك 3 سنين. لحظه يا مدام، لحظه يا مدام. تو انا نسكت في الميله. انا حبيت نقول لك ما تكيفش في الدار باش هو ما يتبعكش. والله لا نتكيفها في الدار. اخويا صحيح يتكيفوا في الدار. يا رسول الله. عندك خويا يتكيفوا. انت ما تكيفش الزطله. انا زطله سالي عني بخلط على الخبز باش ناكل وانا باش نكيف زطله. كنت نتكيف في الزطله كنت عازي. وتو واش تكيف؟ تو نتكيف كريستا. لا دخان كريستا. به انت نهارك ب 35 دينار سي نبيل. 35 دينار ثم خدام بمرام ياخذ 35 دينار. ب 25000. لا لا هذا ماش مالها. به به 5000 ديفيرنس. به معناتها لاباس معرك جبين خويا تخدم لك تسرق لك تخطف. الحمد لله ونعم بالله. زوز ملاحظات من بعد خليك تحكي مع اخويا. ولديكم سديد النظر. انت هددتها بال